تقاسموا اليوم نفحات هذه الذكرى، وبلادنا تعيش على امتداد ربوعها أجواء احتفالية متميزة يبسطها إحياء الذكرى الغالية لعيد الاستقلال. إن هذه الذكرى تشكل لنا بالفعل محطة سنوية للوقوف على ما تحققه المؤسسة الشرطية من تقدم ملموس في العدد والعدة ومناهج العمل، قوامه الاحترافية والعصرنة والفعالية في الأداء، وهو التطوير المحرز نتيجة الاستثمار في المورد البشري والتحضير الجيد وفق ما تقتضيه موجبات العمل الشرطي والتزامات التواجد الميداني والتحديات الراهنة. إن ولايتنا تنعم بالأمان والاستقرار والتلاحم الاجتماعي على كل المستويات محليا، والمؤشرات الإيجابية تدل على ذلك. فنحن منذ أيام فقط استقبلنا نتائج نهاية السنة في مختلف الامتحانات، ولاحظنا كذلك مدى التفوق الواضح لولايتنا من خلال النتائج المحققة، وكذلك في الأيام الماضية كذلك هناك مكتسبات تنموية تحققت على مستوى هذه الولاية في مختلف مجالات التنمية. عرفت الشرطة الجزائرية عدة محطات خلال مسارها أولاها كان رفع التحدي الحفاظ على الأمن والسكينة العمومية غداة الاستقلال، وما تطلب ذلك من مقتضيات تتعلق أساسا بتكوين الرجال لأداء هذه المهمة ووضع الأسس الهيكلية والوظيفية الأولى للشرطة الجزائرية. وإذ هي في خضم البناء والإنجاز بفضل عزيمة أبناء هذا الوطن المفدى، قابلت الوطن ظروف عصيبة تمثلت في آفة الإرهاب ومحاولة التخريب من أجل النيل من استقراره وأمنه، فوقف الأمن الوطني جنبا إلى جنب يؤازر مخلصي هذا الوطن ومؤسساته وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي لإحباط تلك المؤامرات والتصدي لها بعزم وثبات. وبدعم من السلطات العليا في البلاد تواصل مؤسسة الأمن الوطني بالعزيمة نفسها مسار تطورها وعصرنتها، تحذوها في ذلك إرادة راسخة في الارتقاء بقواتنا إلى محطة نوعية في الأداء.